فيديو اليوم عندنا 32 متسابق بنفس عدد المشتركين القناة. 32 متابع. إيش الموقع؟ خمس مستويات نبتدي فيها بشدة الحبل، راح يتم فيها إقصاء 16 متشارك، وأول فريق راح يسحب الشريط الأحمر للظل الأسود اللي قاعد تشوفونه هو الفائز. حلمي تحقق أخيرا ولأول مرة مع جميع مشتركين الإيمان. طبعا الان اول تحدي راح يكون تحدي شد الحبل، وراح نقسمكم لفريقين بكل بساطه، اعداد الزوجيه يمين الاعداد الفرديه. جايز اساس وجود ثابت، اسمع بيت رجلك الكتف والكوع مع الكتف، الشده تجي كذا، مو انت تكون رايح وترجع معاها، نشده ونديك الشده. ايوه اقسم بالله يا جماعه، والله العظيم في مقطع من المقاطع المليونية أو المسابقات اللي سواها حسن كان نفس القصة، كان في واحد بيطير وبطع ومعضل نفس لي، أقسم بالله كلنا كنا نشعر بالهزيمة وخوف، قسما بالله آخر شيء بعد نهاية المقطع فزنا عليهم وحطيناهم بالبحر. باموس ولا أبو البابور، ليتس جو. اليوم خلف ما عليك. هلا وسهلا. ايوه لا اليوم فايزين شده مره ما توقف، شدوا لين ما يتسدان باب، مره لا نستهين شدوا العمل. واحد من ثلاث عزيزي المشاهد، اهم شيء انت مشترك في القناه. سمعت الدراسة بدأت. المرحلة الأولى مرحلة شد الحبل تم إقصاء 16، أعداد الزوجية تم إقصاء. المرحلة الثانية مرحلة الحظ الكرسي، 8 كرسي 16 متسابق، أول ما توقف الموسيقى راح يتأهل فقط 8. 1 2 3 شغل الموسيقى. من عارف الموسيقى يا عزيزي المشاهد؟ عندنا هنا مجهول منو فايز. ضار يا حبيبي، انا ابغى بس الحق، يعني عادي انا ما ابغى افوز لو انا ما استحقها. والله العظيم انا اتمنى انه تعرض الاعاده والناس تحكم، وعادي انا راضي، انا ما بفوز. لكن اذا انت فزت والله راح اكون، والله انا مش اشوف لو يقولوا اسمك ويقولوا معتصم فاز بسوي. والله من قلبك، من قلبك، والله من قلبي رب شاهد. وانت والله العظيم راح اكون مبسوط. لا احب اخيك، احب اخيك المسلم ما تحب نفسك. بعد مراجعة تقنية الفار تبين معنا أن الفوز في هذه المرحلة هو والله مبسوط، والله يا أخوي والله مبسوط حبيبي، والله روح تعاوني. طيب لو سمحت أنا أقول إياها، لو سمحت طال أكيد والله أنا كأنه أنت كأنه والله العظيم نفس الكلام أبداً، وأنك أنت من أفضل الناس حبيبي، وأبشر لو فزت لك تضبيط مني. بعد ما تم إقصاء 8 مشتركين في المرحلة السابقة تبقى منهم 8، وأربعة منهم راح يتم إقصاؤهم في هذه المرحلة. نبتدي بالمتسابق الأول. المرحلة جدا بسيطة، مرحلة الكراتين. نعم، واحدة فاضية ممكن، واحدة وريانة ما نجري، واحدة فاضية شكرا. شكرا، بسيطة جدا. توتر خايف الهزم. أنت تستطيع. يا ابو انت
أربعة. بلا. وين كانت هنا؟ الآن لك الاختيار. اللهم اجعلنا في اليمين. في اليمين. اللهم اجعلنا في اليمين. حتى رخ يمين 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 يمين. ثم شفت أول ثلاثة أشخاص تخطوا جميع العقبات وتم إخصاء اثنين فقط وباقي اثنين، لهذا فلننتقل للخطة باء. نبي نقص الشخصين بنبتدي معاك أنت أول واحد. ليش يا أسطى؟ إيه؟ ليش بس؟ أنت تستطيع. هنا تشتري تقدم. نحن معك، نحن كلنا معك. خطة بي باءت بالفشل للأسف، للحين باقي مشترك واحد، لهذا فلننتقل للخطة السي. لعبة سريعة، اختار رقم 10 3 8 3 28. راح نبدي العد من هنا، رقم 28 اللي راح يجي على رقم 28 راح يطلع برا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 سبعة. وصلت للنهاية. وصلت صح. مبروك. المرحلة القبل الأخيرة، المرحلة الرابعة يا جماعة. نشوف أربعة متأهلين معانا. بكل بساطة التحدي جدا سهل، أرقامكم مكتوبة بالتيشيرت. 27 مليون 29 27 7 مليون. كل واحد فيكم عنده اللوحة قدام، تصوت على شخص واحد من الناس الموجودين، أكثر اثنين راح يطلعون برا. ما نحب نادي يا حبيبي. ما تحب شنو؟ ما نحب نادي. خلاص صوت على نفسك. صوت على نفسك. 27. طيب بعدنا ثلاثة راح تكشفون. 1 2 3 لف. 21 مليون. I am sorry, I love you. 21 هذه المسابقة. اسمح لي. لا. عقبال 40 مليون أنا 21. لا لا لا. يكفي ناس أحسن مني بالميدان. صوت على نفسه يا عيال. كلكم صوت. جماعة الكل صوت على 21. 21 صوت على نفسه. شفت؟ صوت على نفسك. يكفي ناس أحسن مني هنا. والله أنا يعني الواحد يتشرف إنه يتشرف إنه يلعب مع الإخوان الطيبين. أيه. اللي أكيد. صوتوا عليه. أكيد. لأن المركز الرابع اللي خرج ويانا يخرج ومعاك. طيب الآن معانا رقم 27 مليون 29 مليون 7 مليون. واحد سيخرج فقط واثنين يتأهلون. بسم الله. 1 2 3 اكتبوا. شوف بليد المشاعر كتب من الآن. ما في يعني ليش صوت عليه؟ والله اشوفه مصدر خطر. مصدر خطر. نعم. ممكن يفوز. ممكن يفوز ان شاء الله باذن الله. اني ما ارجع البيت انا لو 32000 مين باذن الله. ليش صوت عليه يا اخي؟ لانه اسهل. بس يا اخي والله شيء حزين. يمكن لو خسرت يمكن والله ما زعل بتزعل. انت بتفوز بس بدون ما اذي احد. بس بدون ما اذي بمجهودي. افوز بمجهودي. ليش بمجهودي؟ افوز بمجهودي. ليش صوت عليه؟ توقعت انه بيتصوت عليه فانا مع الجماعه كذا. مع القطيع. مع القطيع. اتباعي واحد يفوز عشان اهرب. الله. لا ليك ليك ليك. حتى اللي قبل صوت اللي متوقع بتصوت عليه وفزت. فان شاء الله ممكن اتوقع. ما بدي اقول ان شاء الله بس اتوقع انها بتزبط هاي. اوكي والان اتوقع كلكم كتبتوا الاشخاص اللي تبون تصوتون. 1 2 3 تفضل. 7 29. 29 منو؟ من 29؟ ما قلت لك؟ ما 29 انا المصدر الخطر الوحيد بينك حبيبي. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. قالك سوري برو. انا اسف. انا المصدر الخطر الوحيد بينهم عشان انا الصغير. خافوا مني. خايفين من تتوقع فيه راح يفوز؟ ومن ودك اللي يفوز؟ 27 مليون من اول يحفزني ومن اول يستاهل والله. تفضل هذا ايفون ان شاء الله باذن الله. اني ما ارجع البيت انا لو 32000 مين باذن الله. المرحلة الأخيرة. تفضل. 7 مليون تفضل. 27 مليون. يا مرحبا كيف حالك؟ هلا والله. كيف الحال؟ أنا آسف دقيقة مداخلة. شو مكتوب هني؟ لا تنسى اللايك. لا تنسى أخوك أنت. لا تنسى اللايك. شكرا. يعطيك العافية. أحلى مداخلة بحياتي شفتها. خلينا نشوف دقات القلب. قلبي هنا. جنطة واحدة من هالجنطتين فيها المبلغ 32000 ريال سعودي. قعدت 32 مليون مشترك. شكرا لكم على الاشتراك. تزوز زر اللايك. ما تقول اشترك بالقناة.
اشتركوا بالقناة. واحدة من الجنات هاي فيها 32,000 ريال سعودي، راح تلعبون حجرة وراء مغص، الفايز هو اللي راح يفتح الجنطرة. الفكرة بكل بساطة كيف انك تقدر تخدع اللي قدامك، الموضوع عبارة عن خدعة، تفتح الجنطة فيها فلوس لازم تخلي اللي قدامك يعرف ان الفلوس ان الجنطة ما فيها فلوس، ما فيها فلوس خلي اللي قدامك يصدق انها فيها فلوس. اللي ما فهم يا جماعة عادي ما في مشكلة، صدقوني انا ما فهمت على نفسي. المقصد بكل بساطة الشخص اللي راح يختار راح ياخذ الجنطة اللي راح يختارها، إذا كانت فاضية فراح ياخذ جنطة فاضية، إذا كان فيها فلوس فراح ياخذ الجنطة اللي فيها فلوس. كيف اكذب على زميلي يا أخي كروم؟ اكذب عليه العب في نفسه. خلاص صرنا ساعدنا بعضنا هنا كذا الحين. قبل وبعد حنضل تيم. أنا يمكن أكذب. براذر قبل وبعد حنضل تيم؟ قبل وبعد حنضل تيم؟ الله. برومش؟ حتى هو نص. لا 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 بس بدون ما أدري أحد بس بدون ما أقول لك ما قبل وبعد حنضل تيم؟ قبل وبعد حنضل تيم؟ الله. فتح الجزء؟ ما شفت. اوكي. جميل. اوكي واو. فلوس فيه ولا لا؟ ما فيها فلوس. صح عندنا فلوس هنا. الفلوس هنا. المرة الثالثة والأخيرة إن شاء الله الفلوس هنا. متأكد؟ يس. إن شاء الله. والعلم عند الله. العلم عند الله. والعلم عند الله. طيب. أنت جاوبت إن الجنطة ما فيها فلوس. صحيح؟ طيب خلينا نفتح الجنطة نشوف. طيب. هنا الفلوس. هنا الفلوس. تفضل افتح الجنطة. اهم شيء لا تنسون الاشتراك و يس.